الفيديو ده للشباب الريوش اللي بيحب يبان هو ريوش قوي كده وهو بيتكلم انجليش وبيحب يستخدم كلمات عاميه وسلانج ووردز. انا بقى هثبت لك في الفيديو ده ان انا اروش منك، لان انا النهارده جايب لك اشهر كلمات بتستخدم في اللغه الانجليزيه في 2020 2020، يعني احدث ابديت للكلمات العاميه في اللغه الانجليزيه. بس ربنا يستر واعرف اكمل الفيديو لغايه الاخر عشان مش شايف حاجه خالص من الدوره دي. يلا بينا نبتدي مع بعض. أولاً كده يعني كلمات 2020 وكلمات 2020، يعني هو في كلمات جديدة بيخترعوها في اللغة الإنجليزية طبعاً كل سنة ويمكن كل ساعة في كلمات بتستحدث في أي لغة، وفي كلمات تانية ما بعدتش بتستخدم في المقابل، زي مثلاً عندنا في اللغة العربية أو في العامية المصرية في كلمة اسمها ممنون، كانت بتستخدم لو بتسمع أفلام عربي قديم لما تعمل حاجة ويقولك ممنون يعني أنا متشكر جداً، لكن دلوقتي الكلمة ما عادتش بتتقال. فأنا النهاردة جايب لك احدث كلمات مستحدثه في العاميه الانجليزيه، حاجه كده من على وش القفص. اول كلمه معانا بتستخدم في 2020 هي كلمه lit، وlit معناها exciting او enjoyable، زي ما اقول لك مثلا this trip is lit، يعني الرحله دي ممتعه او مثيره. this trip is lit، ابتدي بقى انت اضرب امثله اكتر من عندك. تاني كلمه معانا وهي كلمه goat، اوكي، وgoat هنا مش معناها معزة او ميسي لان انا بكره ميسي اصلا. المهم goat هنا معناها greatest of all time، بناخد اول حرف من او من كل كلمه، يعني مثلا بقول لك كريستيانو رونالدو لان انا برضو ما بحبش ميسي المعزة، كريستيانو رونالدو is goat، يعني the goat the greatest of all time، اعظم لاعب او افضل لاعب. تالت كلمة معانا وهي كلمة دودو، ودودو جاية من كلمة دود، بس لأن اللغة بتتطور فزي ما بقول لك دود عشان أثبت لك بس إن أنا أروش منك ما عادتش بتتقال. واتساب دود، ودود معناها للناس ما يعرفوش أصلا دود يعني إيه، دود معناها فريند أو جاي أو صديق وهكذا، بس بقت بتتقال دودو. فبدل ما تقول لواحد مثلا هاو آر يو دود تقول له إيه هاو آر يو دودو، اوكي. يبقى في 2020 ما عدناش بنقول دود خلاص، بقينا بنقول دودو. الله اعلم هنقول ايه بعد كده. سولتي مش معناه هنا ملح، يعني لما يقول لك مثلا the food is a bit salty، يعني الاكل مملح شويه او ملحه زياده، لا. سولتي هنا في العاميه في 2020 بيبقى معناها angry او upset، يعني غضبان او متضايق. زي ما اقول لك مثلا ايه I was salty because I had to cancel my trip. I was salty because I had to cancel my trip، يعني أنا كنت متضايق إن أنا كنسلت الرحلة بتاعتي أو لغتها. الكلمة اللي بعد كده هي كلمة dead، والdead هنا مش معناها ميت، معناها ميت من الضحك، بتاعي احنا بنستخدمها في العربي أو في العامية المصرية حاجة زي كده، مات من الضحك، أوكي؟ We watched a very funny movie yesterday and we were like dead، يعني احنا متنا من الضحك، اوكي. فديد هنا مش معناها متوفي، معناها ميت من الضحك. بعد كده كلمه فاير، وفاير هنا بيبقى معناها amazing، يعني حاجه مدهشه او حاجه جميله قوي، تمام. فمش معناها هنا ولع او حاجه. لما يقول لك مثلا this party or this party will be fire، يعني الحفله دي هتبقى نار او هنولعها، يعني زي ما بنقول بالعربي، اوكي. this party will be fire، ففاير معناها amazing. savage، والكلمة دي بنستخدمها لما تحب تبدي استياءك او تبدي اعتراضك على موقف معين او ان انت متضايق من الموقف دوت، زي بالعربي كده يعني لما تحب تقول تخلف او غلط اللي حصل ده او حاجة زي كده. يعني خلينا نديك مثال، بنتين مثلا بيتكلموا بعض في موقف تافه، مش تافه قوي يعني، فهي بتقول لها ايه Can you believe that he didn't bring me a present on my wedding anniversary؟ يعني ما جابليش هدية في عيد ميلاد جوازنا، هو ما عادش طايقها أصلا. المهم يعني فهي بتقول لها savage، يعني حيوان تخلف، إزاي يعمل كده؟ لقطوها يعني، دي كلمة savage. اللي بعدها كلمة shady، وكلمة shady معناها مشكوك في أمره أو مش على بعضه أو مش طبيعي، لما بنستخدمها عشان نوصف بيها بني أدمين. يعني مثلا بقول لك إيه this person or this new employee is a bit shady، الموظف الجديد دوت غامض او مشكوك فيه او مش مظبوط، في حاجه غلط او في حاجه مش طبيعيه. فكلمه shady بتحب بنستخدمها لما نحب نوصف بيها ناس احنا مش بنثق فيهم او ناس احنا شاكين فيهم. الكلمه اللي بعد كده وهي فعل slay، ومعناها بالانجلش to do well in something، انك تعمل شيء في يعني تعمل شيء كويس
تمام او تبلو بلاء حسنا يعني باللغه العربيه الفصحى. فمثلا بقول لك ايه, oh man I slayed the exam yesterday, يعني انا بص عملت في الاكزام يعني حاجه, كل حاجه حلوه يعني, زبطت الدنيا خالص في الامتحان. فسلاي ممكن تزبط تزبط الامتحان, اوكي. فلو عجبك الفيديو بتاع النهارده بليز بليز شير اند لايك, وخلينا نوصل لعدد اكبر, لان انا متاكد انك ما تسمعش الكلام دوت غير هنا. ومن 2020 بقول لكم باي باي, سلام.